أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم، لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. أسيل ولجين عمران تفتحان النار على رامز جلال وتوجهان انتقادات حادة له. فتحت لوجين عمران وشقيقتها أسيل النار على رامز جلال ووجهتا انتقادات حادة له بسبب برنامجه رامز مجنون رسمي الذي أثار الجدل ما بداية عرضه عبر قناة MBC مصر. ونشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران مقطع فيديو ظهرت من خلاله برفقة شقيقتها أسيل، حيث كانتا تشاهدان الحلقة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي التي استضاف فيها النجم المصري رامز جلال لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول. وقالت لوجين عمران في تعليقها القاسي: جالسين نشوف حلقة رامز، لا أحد يقنعنا أنه الأشخاص هدول يعرفونه، يعني هذا لاعب كرة قدم مو ممثل ولا شيء، شفتي من الخوف؟ ترى في ضيوف ممكن ما يعرفوا على أساس جايين لقاء أو إعلان. لتعلق شقيقتها أسيل عمران: اللي يعرف يستاهل، لكن اللي ما يعرف يعور القلب، والله ما في شيء يضحك. وأكملت لوجين عمران في انتقاداتها: اللي يصير عيب قسما بالله. وعن تقرير زواجها من رجل أعمال إماراتي قالت لوجين عمران: يامي زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات ثانية، وكل يوم يقولون شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة، بس وصل الموضوع إنهم يزوجوني يطلقوني كل يوم، خليهم يستمروا يزوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز، وأنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إذا تزوجت أو ما تزوجت. وكان عدد من المشاهير قد شنوا هجوم على النجم رامز جلال بعد عرض الحلقات الأولى من برنامجه رامز مجنون رسمي بسبب فكرة البرنامج التي اعتبرها البعض تحرض على السادية وتجعل التعذيب أمرا عاديا، خاصة وأن أغلب مشاهديه من الأطفال ومن بينهم الإعلامي اللبناني وسام بريدي والناشط المصري وائل غنام. وكما قامت أيضا النجمة فيفي عبدو إحدى ضيفات البرنامج بالتهديد برفع دعوى قضائية ضد رامز جلال، حيث اتهمته بإيذائها من خلال تعذيبها بصعق كهربائي، مؤكدة أن ما تعرضت له قد أثر على حاسة السمع لديها. إنه الأشخاص هذول يعرفون، يعني هذا لاعب كورة لا هو ممثل ولا شيء. إيه شفتي شفتها كيف ترجف من الخوف؟ ترى في ضيوف ممكن يعرفوا في ضيوف ما يعرفوا، على أساس فعلا جايين لقاء أو جايين تصوير إعلان أو whatever. اللي يعرف يستاهل بالضبط، بس اللي ما يعرف حرام. اللي يصير عيب قسما بالله. أنت عارفة كنت يعني أحس بالذنب اني سبيته وضربته، بس لما اشوف اللي يسوي في العالم لا اقول يستاهل. في اذلال، اي في اذلال كثير مع الاسف الشديد.